في واحد يمكن ربع القراب يعرفون السالفة، في واحد خطبني بعد سالفة انفصالي من المفيدي يعني السالفة مو وايد بعيدة. وتخيلوا يعني وريال عود يعني منصب ووضع وكل شيء، يعني هو الحب من طرفه مو من طرفي يعني، بس حبيت انه انا يعني السالفة ان اخذها سالفة عقل، انه يكون حب وزواج بعقل. المهم اقول لكم السالفة تضحك والله العظيم تضحك. فشنو صار؟ اللي صار انه قال لي ماي يعني خلنا انا معجب فيك وانا كذي، ويعني الموضوع يعني كان رسمي. انا امانه يعني اخاف كان من الارتباط، وتقريبا ترى هم يعني بالسن كبير كان يعني مو صغير، يعني اصدقائي الكلوز يعرفونه. ما كان يعني زوجته كانت متوفية. حلو حلو جميل. انزين وانا اسوي وانا اسوي لك واحط لك وما انا مو مشكلة انه يسوي لي ويحط لي، انا بأشوف راح انسجم معاه ولا ما راح انسجم معاه يا جماعة. انا طبيعتي شوفوا لان حياتي وايد اكشن ودنيا وهذا، بس في اي يعني انا عندي الاكشن مو كل يوم، وعندي شغلتين ما احبهم، ما احب احد يقومني من النوم، وما احب يعني انا احب اشبع من النوم، لو احد قومني من النوم افجر فيه اصير داعش عليه. احب انام اشبع نوم، لان اوكي لو ما مت راح اقوم راح دق دقه واحده دقتين يا اخي، دق مره دق مره واحده خذ راحتك، رن رنتين ثلاثه اربع ما فيش مشاكل. ف راح اقوم اذا ما مت وانا نايمه راح اقوم ارد عليك. وما احب شغله الحنه، يا لهوي على الحنه يعني صج على قولت السوريين بتقطع الرزق. المهم يا حبيبي تخيلوا حياة يعني ما دخلنا بالجد. تخيلوا اليوم اللي ما يتصل فيني فيه هذا اعتبر ما اتصل ما دق ما سأل فيني. تخيلوا كم يدق كم مرة باليوم؟ مرة حقرتها أبي أشوف يعني الليمت لمتى بيدق. والله العظيم يا جماعة تدرون شنو دق علي؟ 71 اتصال. هذا مو داق نهائيا. أنا بغيت أبيع التليفون، بغيت أبيع بيتنا، بغيت أبيع كل شيء وما أملك. يا لهوي 71 اتصال، هذا مو متصل نهائيا، هذا مو هذا ما جاس التليفون. يعني شو هذا؟ قلت هذا انا يابا هذا هو ببيت وانا ببيت تقع لي 71 اتصال يابا ايش جابه؟ هذا لو احنا قاعدين ببيت واحد يعني اعتقد سوى جريمة. 71 اتصال هذا مو متصل نهائيا. لا وحلو تدري ايش تسوي؟ يدق اتصال بعدين واتساب واتساب اتصال اتصال واتساب مسج. يا لا يعني انا وحبيته يعني انه قلنا لا يمكن ما هو الريال زين، بس انا يعني أنا قاعد أفتري عليه. يمكن ريال خلنا فهمه خسرانة شيء؟ ماني خسرانة شيء. قعدت له طلعنا مرة بكافي قلت له يا ولد الناس
كلمة انت تستحي منها ايه؟ قال لي بدها. قلت له حلو. قلت له انا شغلتين ما اتحملهم كمشة. قلت له انا وحدة ما انام الا بصعوبة، يعني لان حياتي وايد فيها شغل، يعني انتو شايفيني مرات اقعد باليومين ثلاثة اذا عندي شغل ما انام، يعني فانا يعني خلاص بطارية مخي طفت، فانا هذه فرصتي بنام، تروح تدق علي مليون اتصال. انا ما اتحمل، انا ما اتحمل. اوكي قال لي هذا حقك، عجبني عجبني هذا حقك، انا ماني يعني مو معارض في الموضوع. قلنا زين قاعد نوصل لتفاهم. بعدها ايش سوى؟ وقلت لك كلمه الحنه ما طيقها، الحنه ما طيقهاش. لما تبي مني شيء قول لي يا مره واحده، انا والله عندي ذاكره، والله عندي ذاكره، ذاكره قويه ما راح انسى. فانت لما تقول الشيء ثلاث اربع مرات او خمس مرات ست مرات انا ما اقدر اتحمل، ما اقدر اتحمل يا جماعه. قال لي اوكي خلاص وانا ما راح ازعجك ونامي الصبح. قلت له انا حياتي ما تبتدي بعد الساعه كذا خلاص ونامي وما شنو. قلت له انا اذا قمت عندي موضوع الصبح انا ادق عليك. هو حياتي تبتدي من الصبح، انا حياتي مو كل مره مو كل يوم عندي الصبح اقوم. حلو حلو جميل. وبعدين يا حلوين وعدني والله العظيم مشى اسبوع زي الفل، قاعد اسبوع زي الفل ما يدق الصبح، ينطرني اما انا اقوم من النوم ادق عليه. حلو لا 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 في امل ريال، في تفاهم ريال، يعني الامور راح تمشي صح. ايش فيك مي؟ انزين والحنه وقفت اسبوع. قلت لا مي راجعي نفسك، ريال شاريج وفي مجال يتعدل ويتصلح وهالامور. اوكي اوكي لا وحاط بباله، هو كان قايل لي قايل لي شهر العسل وين؟ قال لي بروح لندن وباريس هولندا. السفرة تونس أمانة، بس يعني وخصوصا أنه هو أبدأ أنه في مجال أنه يصير أوكي ماشي. فعلا أسبوع التزم، ما في اتصالات ما في دنيا، حنا ما فيش، أنا أدق على راحتي ما أدري شنو، أقوم من النوم واو. الله وكيكم أسبوع، هو أسبوع ورجعت حليمة لعادتها القديمة، يدق الصبح يدق الضحى يدق الظهر يدق العصر يدق المغرب. هو لولا انه خمد كان يعني حد الساعة 12 بطاريته تخلص كان كمل للفير. لا يعني انا قاعد اشوف الطاقة شنو هذا، هذا بالكويت شو يسوي؟ زين لتزوجنا رحنا وسافرنا، يا بكتلني كتلني كتل عاد الله هناك عاد شيردني على الأقل هني ينغثني أرد البيت، هناك يا أخي أتركه أطلع من بيت علاقات من بيت الزوجية أرد بيت أهلي، هناك بالسفر وش يوديني شي يردني شي يصخم في الموضوع، لا 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 ما يجوز ما يجوز. فكانت صراحة تجربة مريرة، بطلت هذه من التجارب يعني الوحشة اللي كانت في حياتي. واي شنو هذا، في بني آدم يدق 71 اتصال باليوم؟ يلا أو راح بصدقون ولا منه فايدة. للحين يدش على الواتساب مالي على الصور
في الستوري يقعد يفتح ويقعد يطالع يعني وين اروح منه؟ عنده اصرار مو طبيعي. اصرت والحت يلا اي والله نشبه. لا 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 شيء، وين الفنان بدر المصباح؟ اعتزل حبيبتي من كان صغير وقتها. انتوا تبون يعني الياه اللي ما يوصل تقاعد يعني قاعد يمثل مع قدامكم؟ تكلمي عن بدري. والله بدري انا زعلانه زعلانه زعلانه، دزت لها وايد يعني رسائل حب، ابي اطمئن عليها بعد العمليه. ما فيك خير يا بدري، انا قلبي يعني يقطر دما وانتي ولا معبرتني يا بدرية. ليه كده؟ ممكن تعمل يا الله يشافيها ويعافيها يا رب. عاد بعدها غشمرة ونمداحر من الحريم، والله الله يقومها بالسلامة يا رب ويحفظها حق عيالها ويعطيها الصحة. وانا ما احب اشوف احد مريض، ما احب اشوف احد مريض.